بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم أحمد عبد التواب أبو مازن، وعدنا بعد غياب فترة. كتير من الناس يعني في يقولوا إيه أهم أدوات أو إيه أهم أسرار التداول. بص يا جماعة، في نقطتين في دايما اتكلمت عليها باستمرار، في فرق ما بين التداول والتحليل. التداول ليه أسراره والتحليل ليه أسراره. لو قلت إيه أهم أسرار التداول، اللي هي الاستراتيجية بتاعت جيس ليفامور، أو هو يعني سبب نجاحه وسبب نجاح كتير من التريدرز العالميين اللي مشوا نفس الطريقه، اللي هو الريلاتيف سترينث، او اختيار الاسهم الاقوى من السوق. دايما الاساس انك تختار الاقوى من المؤشر، الاقوى من السوق، هو ده اهم تول عندك في الاختيار في عالم التداول. تمام؟ مش بتكلم على دخول، مش بتكلم على حاجه، بتكلم على ازاي يبقى انا عندي قائمه شورت، بدل ما يبقى عندي 270 شركه 300 شركه، ازاي اخليهم 20 10، والشركه دي استنى عليها استراتيجيه او اشاره دخول عشان ادخل. وده الكونسبت اللي كان موجود عند جيس ليفامور. تمام. كنت من اسبوع ماضي نزلت مثلا صوره، قلت ده لسته فيها اسهم اللي هي اقوى من السوق حاليا. كل عليك انك لما يجي لك سهمك يعطيك استراتيجيه دخول اشتري. واليوم ارفقت المعادله. المعادله دي مبنيه على ويليام اونيل، الكونسبت بتاع ويليام اونيل. في طريقه تانية برضو ممتازه جدا وتفيدكم في القراءه وتنفع في اي سوق، بس للاسف مش هتيجي تشارت، لازم تروح على تريدنج فيو. كل عليك تروح تريدنج فيو، يكون عندك اكونت مجاني، تكتب رمز السهم عندك. خلينا نكتب مثلا ليتس انت تروح تختار مثلا، خلينا ناخد سهم الاسهم اللي موجوده في القائمه زي مثلا كيميائيه 2230 مثلا، ادي 2230. تختار السهم في السوق السعودي، ده سهم الكيميائية على فريم اليومي. هنضيف مؤشر، المؤشر ده المؤشر ده لما نضيفه هو هيبدأ هيعمل لنا مقارنة ما بين السوق وما بين السهم، هل مين فيهم اقوى وهل القوه بتزيد ولا لا. لو ضفت ادي السهم هيطلع لك كامل السهم، هتروح على انديكيتور، هتختار مانسفيلد. تمام. مانسفيلد ريلاتيف سترينث انديكيتور هتضيفه عندك. السهم مظبوط على السوق الامريكي، يعني ايه مظبوط؟ ان هو يقيس باداء الاس بي اكس. هتضغط هنا تختار تاسي، ادي تاسي ثلاث مرات تاسي. خلاص شكرا، انت الان اخترت الاشاره، بقى الان عندك ان ده اقوى من السوق. خلينا نديلي سوري، ان ده بيديك اشاره من اقوى السوق. طول ما هو في الاخضر معناه ان السهم ده اقوى من السوق، طول ما هو قادر يخترق لفوق فانت اختراقك قوي. يعني مثلا انا هنا لما جاء بدا يعطل هنا وكان في بريك اوت، فكان دي استراتيجيه، دي اشاره انتري قويه، او ان السهم ده اقوى من السوق او ما زال قوته في التزايد، زي ما كان هنا مثلا السهم بيزيد اقوى من السوق وهكذا. يعني الى الان السهم ده اقوى من السوق. فلنفرض مثلا ان انت استراتيجيتك انه لو رجع مثلا منطقه السوبر دي تبقى فرصه، ليه لا؟ يبقى لان هو ما زال اقوى من السوق، ما زال اشارته اقوى من السوق. طب ايه يعني لا. اما انا مثلا لو بدا يعمل كده يكسر الترند ده مثلا، يبقى معناه انه صار اضعف من السوق، فمش هدور على اشاره شراء عليه. حلو. فدايما دور على الاسهم الاقوى من السوق، الريلاتيف سترينث او مانسفيلد سترينث، من افضل الاسهم اللي تعمل اللي تقيس لك، او المؤشرات اللي تقيس لك قوه السهم مقابل السوق. نصيحتي لما في الويك اند وطلعت قائمه اسهم، ابدا شوف على المانسفيلد مين عامل اخضر، مين عمال يعمل قمم اعلى، وتابع استراتيجيتك الفنيه عليها. بالتوفيق ان شاء الله.